نتحدث عن باقي حقوق الطفل، نتحدث عن حق مهم جدا اسمه حق الختان. والختان هذا معناه الطهارة، وهو جزء هام جدا جدا للولد وللبنت، بس هو للولد بيبدأ في سن صغيرة، يعني يختن الطفل عند سابعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبن. وكما أن عقيقة المولود تجب عليه يوم سابعه لمن استطاع، فإن الختان يجب على الذكر في هذه الأثناء، في السبوع ماشي إلا إذا كان عنده مرض نزف أو عنده مشكلة صحية تمنع من هذا، يجوز لغاية سن الأربعين. إذا لم يتم خلال 40 يوم من الولادة يبقى لازم نشوف بقى اكتمال الطفل، بس هو في الأول ممكن تعمل ختان للولد لقطع جزء من جلدة الذكر وهو صغير من غير مشاكل، من غير تخدير. لكن بعد ما العيل يعدي سنتين ثلاثة لازم تعمل تخدير كلي. طب دي لازمتها إيه؟ أنت لو ما عملتوش ختان يجي له مشاكل كبيرة جدا، لأنه دايما عنده قطرات بول موجودة في العضو بتاعه ما بتطهرش، عنده ميكروبات وفطريات وعفن، عنده ممكن ده يعمل لنا في المستقبل سرطان، بيسموه سرطان القضيب، وممكن ينقل المرأة نفسها سرطان اسمه سرطان عنق الرحم، وده مشهور جدا في بعض الدول اللي ما بتعملش ختان. عندنا ده جمهور العلماء متفق عليه حاجة ما نقدرش نلعب فيها حضرتك، لكن اللي احنا عمالين نلعب فيه وندخل فيه يعني كل من أدلى بدلو، اللي هو ختان البنت أو ختان المرأة. ختان المرأة مجمع عليه بحديث الأئمة الصحاح كلهم، وأجمع المشايخ في جميع الأزمنة على أنه واجب، ويجب على البنت بعد سن التاسعة والعاشرة عندما تحتاج إلى ذلك، وإحنا بنعتبرها زي عملية تجميلية. يعني تجميلية؟ افرض الولد اتولد ومش محتاج ختان، يعني عندي أطفال بيتولدوا وخلاص الذكر ما عندوش حاجة تقطع، ما عندوش ختان. افرض إن المرأة بلغت سن 9 10 11 وما عندهاش جزء تقطع، هتقطع لها إيه؟ فإذا المهم جدا أنا أودي عملية تجميلية. واحدة سنتها طالعة لبره هتعملها تعملية دخلها لجوه. واحد مولود بحبل سري 66 سم هتسيبه ماشي بحبل السري؟ ما انت لازم هتقطعه. اذا مش كل واحد هيتعمل له عمليه. العمليه دي تتم في حضور اطباء وفي حضور تخدير. الناس المحترمه عارفه ان الموضوع ده موضوع تجميل لمن يحتاجه اليه، انما الناس اللي الشيطان بيلعب في دماغها عماله ود ود ووش وش لنا، عملت لنا مشكله من لا مشكله، وعملت لنا قضيه من لا قضيه، في ايه؟ هو ده الكلام اللي عايزين نقوله. إذا حق الختان حق مجمع عليه بين جميع الفقهاء. اللي يشذ عن كده ده ما درسش فقه حضرتك. اللي ما بيعملش ختان بالنسبة للرجل ممكن عرضة أن يصاب بسرطان الذكر أو سرطان القضيب، وينقل للمرأة سرطان اسمه سرطان عنق الرحم. إنما المرأة اللي ما بتعملش ختان عندنا مشاكل كتير قوي ممكن تتعرض لها. أول حاجة الإنفكشن، العدوى المستمرة، لأن هذا العضو ممكن يحوي ميكروبات خطيرة وريحة وحشة جدا جدا. الحاجة الثانية حاجة اسمها ascending infection، فيطلع على الأنابيب يسدها، يبقى عندنا عق وإصابات مستمرة سواء في المبيضين أو في الكليتين، يعمل إصابات بالهبل. الحاجة الثالثة المهمة جدا إنه ممكن هذا العضو، وأنا شفته في بعض الحالات، بيكبر ويبقى قد الذكر بتاع الرجل وينتصب ويعمل لنا مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني بعض السيدات ممكن يبقى 2-3 سنت، في بعض السيدات 8-10 سنت، فده لازم يتشال يتشال، ده عملية جراحية، عملية جراحية مفيش فيها هزار. فمهم جدا جدا انا بقى عارف انه عمليه جراحيه لمن تحتاجه اليه من غير بروباجندا ومن غير تهليل، فمهم جدا. والا يعني مفيش راجل هيتجوز راجل، ده مهم جدا ان احنا نعرف الكلام ده. انما بعض الدكاتره بتهلل، التهليل ده ملوش لازمه، وبعدين احنا زعلانين من العمليه الجراحيه. طب شوف احنا عملنا كام عمليه جراحيه للمراه، اللي جايه لي فاتحه مش عارف شايله المراره، وفاتحه شايله مش عارف ايه الرحم، وفاتحه شايله مش عارف ايه كده، مش الناس كلها مش شرحة. انت زعلان على حته الجلده؟ ان شاء الله نكمل في حلقه قادمه.